السلام غزالات، اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وبصحيحتكم يا ربي امين. البنات كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم، التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتعطيني طاقه ايجابيه. وان شاء الله البنات هذا الفيديو هذا كنتمنى تتبعوه من الاول حتى الاخر، لانني غنشارك معكم بزاف الحوايج في هذا الفيديو. البنات كيف ما كتشوفوا بديت معكم الفيديو مع الصباح ان شاء الله. نهار اليوم غيكون عامر البنات، غنتقاسم معكم ان شاء الله. غنتغدى عند اختي وغنمشي نتعشى، غنتغدى عند الاخ ديالي وغنمشي عند اختي ان شاء الله. عراضة عند الحباب، اختي لهلا خطي علينا الحباب. او كيف ما كتشوفوا طلعت للدار الفوق فين كنعس انا البنات، انا وبنياتي. الوالدة كتنعس في البروميان وانا كنعس في الدوزيام. ايوا غندوز البنات نخمل الفوق، راكم عارفين مع الوليدات كيدخلوا برجيلاتهم الغبره، تبارك الله، والغبره الغبره الغبره في الدروه كاينه الغبره شويه، وهي فيما مشيتي فيما مشيتي كاينه الغبره وكاين الخمله وكاينه. المهم وهنا البنات غندوز كيف ما كتشوفوا، غنجمع حتى ندوز حتى بيت الايوب، حتى هو غندوز ندوز عليه حتى هو يا ونجفو خا ما كيدخل ليه حد. بيت الوالده ما غنوصلش ليه، غنخليه هكذا هكذا تدخل ليه. اصلا نقي فراش دايره ليه زريبيه كيف ما كتشوفوا، ناعسه فيه حكيمه مره كنطل عليه هنايا. ايوا غندوز البنات نجمع الحمامات وهانتوما معايا في هذا النهار اخواتي. حويجيتهم ما طويتهم شي حويج، كنت مصبنها مقاديتهم حاطه لي فالي صغير ليه. ايوا صافي حكيم راه ناعسه في بيت الميمه، بيت الميمه ما وصلتش لي، قالت لي توصلي لي حويجه داكشي. حكيم مسكين ناعسه ليه صافي. وهنا راه الوالده عبرات من جماعة زربيه، دارتها غير ليه جمعتها، دارتها ليه لان راه ما نقولش لكم البنات شحال ديال الغبابر عفتو غير كتمسحي بحكه هذاك القلع راه كتصيب الغبابر مع كنحلو. وبناتي كل مره كيطالوا في الباركو صافي كتدخل الغبله. عبرات مني جمعاتها لوزانيت. رجعت معاكم. المهم البنات من بعد ما جمعنا الروينه غادا نمشي. المهم عرض علينا الخويا، غنمشيو نتغداو عندو اليوم الجمعه، ناكلو كسيكسو عندو وغنديكم معايا ان شاء الله باذن الله الغزالات. المهم هانتوما معايا، بس ديك الصميمجه اللي كنت خديتها البنات بغيت نوريك كيفاش جاتني، جات فنه صمتهم البنات. المهم هانتوما البنات درت ليها جات فنه، عرفتو مهودة تا لتحت، شوف مهودة. درت معاها السريوي شويه كذا في الموف، صنايلة في الموف، ودرت ليها زويه في الموف. هادي كنت خديتها رخيصة زوينة البنات، بيرتا بيرتا بيرتا. خليك ليا غزالي وانت
نطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح، وخليك ليلي يا غزالي، ونطير معاك في العلالي، ما نخلي الوقت يسالي يا حبيبي الروح. وانا وانا ومن لقنا عجبني فيه رزنا، طيبة القلب ولحننا. وحضري التفصيلة بشرة اللي بغى تدي لك في الديسير. المهم انا اللي غنقاد ديسير سيل خلاوة ماشي قاعدة في داخل البلاط وغادي في كل شيء. هانتوما نشوف الديسير كيفاش قديتو. نطوي السيل درناه بزايد لا جا شي واحد ولا درناه خليناه ابارتي. وهذا نينا كيفاش قديتو جا زوين في البلاطو. هادوك ديال الدريات هادوك ديال الدريات هذا ديالنا وهذاك لا جا شي واحد. انا باقا اختي باقا داويه. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوهم بعد ما دزنا تغطينا حتى عند الاخت ديالي غندوزو البنات غنشارك معكم اجواء العواشر. تبارك الله ما شاء الله شحال زوينا البنات العواشر في المغرب عمتو تبارك الله طعارج واجواء زوينه زوينه. وغندوز ان شاء الله غنتقاسم معكم البنات بالنسبه للزيوت الطبيعيه اللي كتطحن البنات على عينك. مهم خليوكم معايا البنات في اخر الفيديو. خليت لكم هذا المقطع وبغيت نشارك معكم الزيوت اللي باغا نعود نديرهم لوجهي لانهم زيوت البنات طبيعيه وكيف قلت لكم مطحونه على عينك يعني زيت اللوز زيت اركان زيت جنجلان زيت اللي بغيتي. المهم في الضربه هاد هذا الولد هذا كيديرهم البنات في القيصاريه. المهم شي حاجه زوينه كيف قلت لكم. صافي هنا الفسفس فما قلعتش منها البنات شحال كليت فيها كليت فيها. انا ان شاء الله نديها معايا السفن صايبها نديده عليا زكريا. لا علاش ما كنديرهاش البنات في الدار لان زكريا ما عندوش شنو درتي هنايا قول؟ زريت الحشيش زريت الكيف زريت البصلة وغنزيد في الحرواع والزنجبيل حرواع رجعت للدار بغيت نشارك معكم اشنو خديت هنايا. المهم هنا خديت البنات زيت اللوز مطحون كيف ما كتشوفوا هانتوما زيت اللوز مطحون يعني على عينك زيت اللوز كيطحن على عينك. هنايا البنات شفتوا راه سمعتوا في الفيديو هذا الشعر البنات لتقويه الشعر كيف ما كتشوفوا حتى هو مطحون كل شيء مطحون على عينك. تحاولوا تخلطوه تخلطوه البنات عاد ديروه. شوفوا البنات والله الا شي حاجه زوينه هذه فزوينه. بغيتي زيت جنجلان زيت اي زيت بغيتي زيت ارغان ما سطوش البنات ارغان ما لقيتو كمل عنده ارغان حيت كياخذوا بزاف الناس. قلت لي ترجع عندك غدا ان شاء الله هو ناخذه من عنده. هذا البنات
زيت لافاندا، زيت هذا الخزامة، زيت خزامة في الزوينة البنات، انه بحق ديريه في شعير بنياتك، ديريهم في وديناتهم بحق على حسب القمل البنات، كيهرب القمل يعني ما يوصلش القمل لبنياتك. ها انتم البنات هذا هو علاش خديته، بغيت نديرو بحق في المن، المهم خرج بنياتي وهذه ندير لهم بحق قطيرات حدا وديناتهم وهذه، وحتى في الطاليان ديه معاك، حيت بعض المرات البنات الطاليان كان بزاف الاخوات كانوا كيعانيو بحكم القمل، واحد العام كان القمل كثير، ديه معاكم للطاليان ديروا بحق كيخلي حتى ريحه زوينه في الشعر. صافي الغزالات، هنا غنحبس معاكم فيديو، خدت الواليده خدت وحده وانا وحده، وعاد غنرجع ان شاء الله غدا ناخذ زيت الوجه، الوجه البنات، وباقي لي ناخذ غير لي فونتوز، بغن بحق ديري مساج للوجه ديالك بالنسبه لاخواتي كيعانيو من التجاعيد. وهنا الغزالات غنحبس معاكم الفيديو، نقول لكم ان شاء الله في ريوسكم، سج دائما انا احبكم في الله، قبل ليكم اخواتي.